ولد منين علقته وبستو علقني وقال لي عمي ردونا واحد ثلاثة العيالات ومعهم واحد الراجل. كيفاش انت خرج من عندك العائله؟ كيفاش تهرب من دوك الناس؟ وكيف ما قلنا لكم راه تختفى وراه مشى وسانتونا وقفتوا معنا نبغيكم تفرحوا معنا حتى حنا راحنا فرحانين. ان الوالده منين شافته صافي طاحت سخفات صافي. اليوم عليا وغدا عليك، راه اليوم انت كتخطف ولد الناس وغدا ربي غي ما عرفتي باش غتسالى لك لا انت ولا ولادك ولا عائلتك. يعني فقدنا عندنا الاول ديال مدينه طنجه والحمد لله هذا ما تفقدش، هو ولا رجع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي المغاربه خواتاتي المغاربه. كنبغي نوصل لكم واحد الخبر من العم ديال عندنا اللي هو انا، يعني العم ديال عندنا اللي ساكن في مرجان 3 مدينه مكناس. راه الحمد لله تم اللقاء ديالو في مدينه اكادير في نواحي ديال واحد الدوار للاسم ديالو دوار بولفاع ولا بلفاع ولا المهم ما عرفتش سميتو اكزاكت. المهم رحنا فرحانين وكنتواجدوا امام المنزل ديال المختفي عندنا هو الام ديالو اللي تلقاو بالتنسيق مع الشرطه ديال مدينه مكناس مع الشرطه ديال مدينه اكادير. الحمد لله اللي السلطات دارت الخدمه ديالها والمغاربه ديالنا عاونونا بالبارطاج ووقفوا معنا وساندونا. كنطلب من الله يوفقهم والله يسهل عليهم والله يرحم الوالدين. والحمد لله دابا توصل الطفل عدنان والام ديالو امينه توصلوا للمنزل ديالهم وراهم جالسين الفوق مع العائله وواحد الجو اللي الحمد لله عشنا واحد الكروبات وعشنا واحد الضيق وربي فاجاها علينا الله يجعل ربي يفاجئ على جميع المسلمين اجمعين. جانا الخبر اخويا في المره الاولى كنا صايمين مع الاذان ديال المغرب طلعت بواحد جريده رسميه ما عرفتش الاسم ديالها، يعني طلعت حتى كنلقاو في التليفون بان راه تلقات في اكادير في النواحي ديال شي دوار سميتو تما بالفاع ولا بولفاع ولا ما نعرف. المهم صافي سمعنا داكشي صافي واخا كنا صايمين ما كملناش الفطور هبطنا مشينا للكوميساريه. صافي تواصلوا معنا الكوميساريه قالوا لنا بلي راه هادشي صحيح ولكن راه مازال عاد يجيبوها من اكادير حتى لهنا لمدينه مكناس. صافي بقات هكاك مشينا تواصلنا دازت واحد الاجراءات اللي هي لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني علاش مشيتي وشكون والاسباب يعني راه غتشوفوها من بعد ان شاء الله اللي غتحكيهم الام ديالو ولا الاب ديالو ولا الطفل حتى هو ربما غيحكي الاسباب وداكشي اللي شاف وداكشي اللي عاش. ومن بعد صافي حتى جاو صحاب البريغاد قالوا لنا جيو باش جيبوا السيده ديالكم والولد ديالكم راهم لقيناهم راهم في امان الله وحفظه. ومشينا صافي حتى جاو المنزل والحمد لله المنزل دابا راه ممتلئ بالعائله وبالناس الجيران اللهم لك الحمد الحمد لله. على حساب الاقوال ديال الولد منين علقته وبستو علقني وقال لي عمي ردونا واحد ثلاثه ديال العيالات ومعهم واحد الراجل فين داوكم ولا منين جابوكم ولا البوليس قالوا لنا ما تجبدوش هذا الخبر، يعني خليو الولد يرتاح والولد مازال صغير مازال قصير خليه يرتاح شويه ونفسيته تزيد شويه ترتاح وديك الساعه راه ما غيكون غير خير ان شاء الله. وحنا على تواصل وكنشكروا السلطات اللي قامت بالمجهود ديالها وكيف ما قلت لكم خوتي وخواتاتي المغاربه اللي بارطاجاو وصلنا لهذه الحقيقه هذه والاخوان الصحافه اللي لا صوت الشعب ولا اش واقع ولا شوف تي في ولا جميع القنوات اللي تواصلوا معنا وصلوا صوتنا وتعاونوا معنا الله يسهل عليهم والله يرحم ليكم الوالدين. ربما كان في محله احنا نقولوا في محله ولكن مازال ما عرفناش الحقيقه اكزاكت، يعني اللي غتكون من طرف السلطات ومن طرفها هي مازال ما عرفناهاش. ولكن على القول ديال الطفل بان تختطف من واحد ثلاثه ديال العيالات كات كات بيضاء ومعهم واحد الرجل فين مشاو فين جاو شنو داروا الله اعلم، مازال ما عرفناش الحقيقه داكشي جاي بصح. ونتمنوا نعرفوا الحقيقه ان شاء الله وغنتواصلوا مع خوتنا في الاعلام. وكيف ما قلنا لكم راه تختفى وراه مشى وسانتونا وقفتوا معنا نبغيكم تفرحوا معنا حتى حنا راحنا فرحانين والحمد لله اللهم لك الحمد بفضل الدعاء ديالكم ومساندتكم لينا الحمد لله. ربي تفاجات علينا الله يجعل ربي يفاجئ على جميع المغاربه. ديك اللحظه خويا كانت واحد اللحظه شنقول لك يعجز اللسان عن الكلام. راه علاش دابا ما طلعناش صورنا الفوق؟ لان الوالده منين شافته صافي طاحت سخفات صافي لدابا الان راه مازال سخفانه الفوق بقوه الفرحه، يعني تخلطات عليها صافي جات مطالع في الدروج حتى شافته داخل صافي
طاحت نطلبوا من الله يفاجئها وتخوى الدنيا ان شاء الله، ومازال وسائل الاعلام ان شاء الله يجيو وتوصلوا بالخبر. وراه كيف ما قلت لكم راه الناس اللي ساندونا ووقفوا معنا وتعاونوا معنا راه حتى دابا غنشاركوهم الفرحه ديالنا وغنتعاونوا باش نوصلوا لهم الفرحه حتى هما، ويسيقوا الخبر بان عدنان الطفل المختفي والام ديالو اللي ساكن في مرجان 3 مدينه مكناس راه تلقى بنواحي اكادير، دوار بالفاع على خير وبخير اللهم لك الحمد. كيفاش تخرج من عندك العائله؟ كيفاش تهرب من دوك الناس؟ الله اعلم. نتمنى هذا الشيء يكون خير ان شاء الله ويعاودوا لكم هو بنفسه ولا بالام ديالو. ماشي دازت علينا خويا، راه دازت علينا بمعنى الكلمه. راه الخميس والخميس 8 ايام، راه 8 ايام وانت ما كتنعس ما كتفيق، الدار عامره، شي داخل شي خارج. جري للكوميساريه، جري عند الوكيل المحكمه، جري للسبيطار، قلب. ربما كيقول لك راه حنا قلبنا في جي بي اس ولقيناه في واحد البلاصه، ها فين وفين كنمشيو كنقلبوا. والاب ديالو اللي دخل بواحد الحاله اللي هي هيستيريا، لا هو ولا الام ديالي، اللي الله يجعل ربي يحفظه صافي. والحمد لله بهذا الشيء وبالتعاون ديالكم اخوتي وبالراي العام ان شاء الله احنا وصلنا لواحد النتيجه. وكنبغي نقول هاد الناس هادو اللي يخطفوا الدراري ولا اللي كيديو الدراري، الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم في هذا الشهر العواشر هذا، الله يهديكم ويرد بكم الطريق المستقيمه. راه كل شيء كيتغفر، كل شيء كيتغفر الا الشرك بالله والعياذ بالله. الله يهديكم على نفوسكم، ورا اليوم عليا وغدا عليك. راه اليوم انت كتخطف ولد الناس وغدا ربي غي ما عرفتي باش غتسالى لك، لا انت ولا ولادك ولا عائلتك ولا، لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبه للولد هي شاف العائله ديالو فرح وبدا كيعنق فينا ويبرك، يعني الولد بحال اللي كان فشي بلاصه ومخلوع يعني هي شاف العائله ديالو بحال اللي حس بواحد الاطمئنان وبواحد الفرحه، وبقى كيعنق ويبوس ويسلم على الدراري اللي كيقرا معاهم في المدرسه وفرحان معاهم. ونتمنوا هذه الفرحه تبقى دائمه، واللي كيدير شي حاجه ينال الجزاء ديالو من عند السلطات ومن عند المخزن، والله هو الاول، الله هو اللي غيخلص كل واحد. الصحه ديالهم الحمد لله ما كاين لا ضربه ولا حتى شي حاجه، في امان الله وحفظه، اللهم لك الحمد والحمد لله. الحاله ديال الجده ديالو كيف ما قلت لك اخويا، صافي منين شافته بحال تصدمات، تخلطات فرحه مع بكاء مع راه طاحت سخفات. صافي راه عديناها سابل شويه القرايه القران، واحد القران قرينا عليها شويه باش ان لعل وعسى توقد، بغينا نديوها للطبيب ما بغاتش. صافي شويه الماء والسكر، وعلى كانت صايمه يعني النهار كامل شويه بحال ينزل لها الضغط بحال شي حاجه، دابا راه فاقت شويه الحمد لله، راه كتشوف بعينيها ولكن الصوت ما كاينش. بالنسبه للناس فاش ديك اللحظه فاش جاو، كانوا الجيران الحمد لله اللي ساندونا وقفوا معنا من النهار الاول، كانوا الاحباب ما عرفناهم منين جاو، بداو بالزغاريت وبداو بواحد الفرحه اللي هي ما كتصورش. يعني صراحه توقفوا علينا في الباب والجيران واقفين في الباب ومسانديننا ومعاونين معنا، الله يرحم لهم الوالدين والله يسهل عليهم. وكنقدم واحد التحيه كبيره للناس ديال الحي ديالنا، من صغيرهم حتى لكبيرهم، من عيالاتهم رجالاتهم الاولاد الصغار الدراري الكبار، كلشي تعاون معنا وكلشي خرج وكلشي كيغوت، والحمد لله احنا فرحنا جميعا. وكنبغي نوصل واحد الرساله بان الناس منين كانوا يلاه جاوا كانوا شي قنوات صغار كيصوروا ما عرفتهمش، راه اللي حط شي تصويره لا اراديه او غير لائقه بالعائله راه غادي نتابعوه. اللي حط شي تصويره غير لا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في تيك توك ولا في جميع مواقع التواصل، راه اللي حط شي تصويره غير اراديه ولا غير محتشمه ولا شي حاجه، راك عارف ملي كتكون الفرحه راه شي كيبكي وشي كيغوت وشي طاح وشي، لا اله الا الله محمد رسول الله. عدنان ولا محبوب عند المغاربه كاملين، واكثريه ملي نرجع يعني فقدنا عدنان الاول ديال مدينه طنجه، والحمد لله هذا ما تفقدش، هو ولا رجع ان شاء الله والحمد لله، اللهم لك الحمد على اللطف الله. والحمد لله الجيران ولا محبوب عندهم وجا وتلقاوه، وشي كيعنق من هنا وشي كيعنق من هنا، وهذا من فضل الله الحمد لله، اللهم لك الحمد. كنبغي نوصل التحيه ديالي للوسائل الاعلام، لا للصحافه لا للشرطه اللي قامت باكثر من المجهود ديالها، واخا الحمد لله كنا كنمشيو عندهم كيقول لك راه حنا دايرين خدمتنا، كنقولوا حنا ويلي كيفاش هذه الخدمه، حنا ما كنشوفوا والو، مازال ما وصلنا لوالو، ولكن الحمد لله فعلا داروا خدمتهم ونسقوا مع الشرطه ديال مدينه اكادير ووصلوا لواحد النتيجه. جاو كنقدموا لهم تحيه كبيره، والله المعين ديالهم، الله المعين ديالهم، الله يخرج سربيسهم على خير، والحمد لله، اللهم لك الحمد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.